بسم الله لا إله إلا الله. صباح الخير عبد الفريد، وأنا بقرأ الجريدة تفاجأت بأخبار جرائم متكررة، طبعا تحت شخصية العقرب. فعلا يتضح أنها قضايا صعبة ومعقدة. أحسنت يا عبد الفريد، أنت قائد ناجح وبتدير عملك بكل مهنية. أبدا، هذه شهادة أنت تستحقها، وأنا متأكد أنكم حتقبضوا على المتهم قريبا. بارك الله فيك. لكن أنا تفاجأت أيضا أن الرائد فيصل هو المشرف على جرائم الهجرة، صحيح؟ ممتاز. أنا ذكرت لك من الأول أنه ضابط جيد ونشيط، صحيح؟ أصل القدرات اللي عنده جعلته يبدو انقلاع حسن. أكيد، لكن كيف في متابعاته وتحرياته؟ ممتاز، هو ضابط جيد، لكن أسلوبه العنيف مشكلته الوحيدة. أشكرك حبيب فريد، مع السلامة.
المفتاح لو رحت الفيلا ولقيته يفتح الباب، أنا يمكن أموت أو أروح فيها ولا يصير لي شي. بعد أنا ما خبرت الدكتور فواز، لأنه بيقول لي إياك تروح، وأكيد بدور لي على تفسير يريحني. لكن اللي يريحني جد أعرف هل المفتاح هذا هو مفتاح الفيلا ولا أنا عايش وهم كبير. أرسل مين يروح يفتح الباب؟ أنا تعبت وانهرت. دكتور فواز، حتى أنت يا دكتور فواز ما أبغى أكلمك، معليش اعذرني أنا تعبان ولازم ألاقي حل. أنا جيعان. يبا أكيد إن خراجي مشي رجله، أروح نجيب فطور وأمري لله. لكن وين محفظتي؟ أنا صار لي يومين ما طلعت من البيت ولا أدري وين هي راحت. أكيد أنا ناسيها بمكان، بس وين؟ والله ما أعرف. أنا رحت وين؟ والله ما متذكر شيء. يلا يا كسلان قوم افطر وروح شغلك، انت امبارح جيت متاخر وما شفتكش، كنت رايمه. يعني اعمل فيك ايه؟ ها، مره منبه ومره عروسه. بس امبارح جيت متاخر علشان كان الشغل عندنا فيه تصفيه حسابات في المقهى، وبعدين جيت لقيتك نايمه. ليش اصحيك؟ ها، جالك صاحب المحفظه وخدها؟ تصدقي لسه مش بقولك الولد ده مش طبيعي، كان شكله كده مهزوز مش طبيعي نفسيا. عموما اكيد هيجي ياخدها. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ لما سعادته يفتكر ان ليه محفظه ضايعه هيدور عليها بعد كده اكيد وهيجي لنا. طب افرض كان حصل له حاجه، هنخلي الفلوس دي في ذمتنا؟ والله عندك حق. طيب نعمل ايه؟ وريني المحفظه. ليه؟ وريني بس. عايزه ايه؟ هتعملي ايه؟ هتشوف. تفضلي يا فرحة، نشوف هتعمل ايه. ممكن نلاقي فيها رقم جوال او عنوان او اي حاجة. اهو كرتون، مصنع كرتون، وهي بطاقة مكتوب عليها اسمه. خد يا سيدي، رح اتصل عليك. يا بنتي الايه، فاتني ازاي؟ الو، السلام عليكم، مصنع كرتون. ايوه، لو سمحت في واحد عندكم بيشتغل اسمه بدر ايه؟ ابن صاحب المصنع؟ صاحب المصنع اساله. طيب اقدر ايه ازاي انا واشوفه ازاي؟ اصل في حاجه معايا عايز اديها له. يعني حاجه ايه؟ انت مالك؟ لا مش انت، هي. لا مش هي، انت. اه لا، يعني حاجه خاصه قوي فما ينفعش ان احنا نتكلم كده، يعني لازم اجيبها له بنفسي. يا ريت لو سمحت اديني العنوان.
اجي امتى؟ اجي امتى؟ طيب انا هاجي لك النهارده. طيب امي هاتي الورقه وقلم عشان اكتب العنوان. ثواني حضرتك خليك معايا. ايوه شكرا، متشكر جدا، شكرا. خدنا العنوان. بص بقى انا هطلع دلوقتي على المصنع ده، ادي البدر المحفظه بتاعته دي، ها، وبعدين اطلع على شغلي. عاوز حاجه؟ عايزه سلامتك، تروح وتيجي بالسلامه، ربنا ما يحرمني منك ابدا. ماشي يا سكر، انا اروح اغير هدوم وامشي. لو انا مش موجوده يا طارق كنت هتعمل ايه؟